اتحاد الجزائر عاد الاعتبار لنفسه ولأنصاره بفوز خارج الديار صعب من مهمة مولودية بجاية. التنافس منذ عدة جولات صار من أجل الوصافة. شباب الوزداد ينتظر تنقل صعب إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي لكن بدون جمهور. دفاع تجنانت هو الآخر في مهمة مشابهة من ناحية الصعوبة إثر تنقله إلى شبيبة القبائل المطالبة بتحسين وضعها في الترتيب العام. داربيا الغرب والوسط فقد الكثير من بريقهما لسبب بسيط ومؤثر وهو غياب الجمهور بفعل العقوبة. الأمر يتعلق بمباراة 5 جويلية بين مولودية الجزائر واتحاد الحراش ومولودية وهران سريع غليزان. أمل الأربعاء الذي فقد كامل حظوظه هذا الموسم يستقبل فريقا آخر يعاني ويبحث عن مصير أفضل وهو جمعية وهران التي ما زالت تتخبط في مشاكل سوء النتائج وتتواجد في المركز ما قبل الأخير. وتبقى مباراة وفاق سطيف وشبيبة الثورة إحدى أفضل ما ينتظره الجمهور من مباريات في هذه الجولة نظرا لتقارب مستوى الفريقين. فالفارق في النقاط هو 5 ولصالح الثورة وفي إمكان الوفاق استدراك الأمور قبل فوات الأوان في انتظار التعرف على رأي لاعبي الثورة فوق أرضية ميدان 8 ماي 45. أما النصرية المنتشية بتأهلها للدور الربع النهائي من كأس الجزائر تهدف إلى الفوز السابع في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس عندما تستقبل اتحاد البوليدا صاحب المركز 13.